وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده الملائكة. النبي عليه الصلاة والسلام أكد كثيرا على أهمية هذه الصلاة. طيب، السؤال المطروح، كيف أستطيع أن أحافظ على هذه الصلاة؟ الحقيقة كثير منا يفشل في الحفاظ على هذه الصلاة بسبب مشاغل العصر وهموم العصر. طيب اليوم أيها الأحبة، أنا وجدت طريقة يعني رائعة جدا من القرآن العظيم، طريقة يعني تجدها في القرآن. الله سبحانه وتعالى فرض علينا الصلاة، ولكن أعطانا مفاتيح تعيننا على تأدية هذه الصلوات. في سورة البقرة أيها الأحبة، الله تعالى يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة. استعينوا على هموم الحياة، على مشاكل الحياة، على أذى الآخرين، المشاكل التي لا تستطيع حلها في حياتك، الأمراض التي لا تستطيع أن تتخلص منها، ضيق العيش الذي يحاصرك، كل هذه المشاكل استعن بالصبر والصلاة. طيب كيف ألتزم بهذه الصلاة؟ انظروا أيها الأحبة ماذا قال القرآن. قال: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. إذن هنا مفتاح الالتزام بالصلاة، ولتكتسب المزيد من الصبر أيضا عليك بالخشوع. طيب من هؤلاء الخاشعون؟ وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الآية التالية تفسر لنا أيها الأحبة، فيها شرطين: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. إذن هنا أخي الحبيب، القرآن أعطانا إشارة لطيفة جدا، أنك إذا كنت من الخاشعين ستكون الصلاة سهلة جدا عليك. طيب كيف أكون من الخاشعين؟ يجب أن أفكر دائما بلقاء الله، وهذا هو المنطق العلمي أيها الأحبة. يعني أنا إذا كان لدي لقاء عظيم جدا سيحدد مصيري للأبد، هل أغفل عنه وأجلس وأله، أم أن المنطق العلمي يفرض علي أنه أن أستعد وأجهز نفسي لهذا اللقاء وأفكر بهذا اللقاء؟ يعني انظروا كمثال رجال الأعمال أو الأغنياء أو أصحاب المليارات، عندما يكون لديهم صفقة مهمة تجد أنه ليلا نهارا يفكر ويحسب، قبل أن ينام تجده يفكر، عندما يستيقظ يفكر، وهذا أساس النجاح بالنسبة لهم. طبعا هو نجاح مادي يعني ليس له علاقة بالآخرة. طيب إذا كان هذا الأمر بالنسبة لأشياء دنيوية فانية، نعلم جميعا أننا سنترك وراءنا كل شيء ونذهب إلى الله سبحانه وتعالى، أنا بالنسبة لي أمامي لقاء مع الملك سبحانه وتعالى، هذا اللقاء سيحدد مصيري للأبد، ليس مصيري في الدنيا، لا، الدنيا ستنتهي. إما أن أكون في جنة خالدا فيها أبدا أو في نار خالدا فيها أبدا. إذن هذا اللقاء ضروري جدا أن نفكر فيه كل يوم، لأن الدنيا قصيرة أخي الحبيب. إذا عشت 100 سنة، هذه 100 سنة ستكون عبارة عن ساعة من ساعات يوم القيامة، ساعة واحدة فقط. والدليل أن الله تعالى قال: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. كل هذه الحياة بمتاعها، بشهواتها، بزينتها، بأموالها، كلها تساوي ساعة أمام الوقوف بين يدي الله. لأن يوم القيامة أخي الحبيب ستقف خمسين ألف سنة ليس فيها جلوس ولا راحة ولا نوم، واقفا هكذا. طيب أنا أجهز نفسي لهذا اللقاء وأمامي ساعة واحدة فقط هي الدنيا، ولدي يوم طويل 50,000 سنة، فإذا الدنيا مهما امتدت هي قليلة جدا بالنسبة لذلك اليوم. لذلك عندما تفكر كل يوم بلقاء الله، ما الذي يحدث في عقلك الباطن أخي الحبيب؟ أنا أحب أن تفكر معي بهدوء.
لأن القضية ليست أن أخوفك من عذاب الله وأقول لك إذا لم تصلي فإن النار بانتظارك، إذا لم تفعل كذا، لا، نريد أن يعني أريدك أن تصلي عن قناعة، لأن الله لا يقبل عبادة إنسان يعبده فقط لأنه يعني يخاف من النار، لا، يجب أن تعبده خوفا وطمعا. هكذا كان الأنبياء، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إذن يجب أن تدعو الله رغبا، رغبة بما عنده، حبا فيه. أنت إذا كان لديك عامل لديك، أنت مدير شركة ولديك عامل أو موظف وهو يحترمك خوفا منك، تقول أنا لست بحاجة لهذا الاحترام. وهناك عامل آخر يحترمك، يعني لديه شيء من الخوف ولكن حبا بك، يحبك، فهذا الذي تقربه. لذلك أخي الحبيب، الأنبياء كان لديهم مزيج من الخوف والرجاء، الطمع والرهبة، يخافون من عذاب الله ولكن بنفس الوقت هم يرجون رحمة الله سبحانه وتعالى، يحبون لقاءهم.